مهرجان شعبي شاركت فيه مختلف شرائح المجتمع المدني لتحسيس المواطنين بضرورة المشاركة بقوة في العملية الانتخابية وعدم الاستماع إلى الأبواق التي تنادي بالمقاطعة. الهدف من ذلك هو التعاخي والتآلف والتآزر لبناء صرح الديمقراطي، وبالتالي بناء الجزائر، ومن خلال ذلك إعطاء مفهوم المواطنة الحقيقية للمواطن الجزائري. المقاطعة لا تخدم الجزائر، ونحن في أمس الحاجة اليوم إلى المشاركة، لأن المجلس الشعبي الوطني هو مؤسسة دستورية ولازم يكون المجلس الشعبي الوطني. فما نسمعوش للأبواق هذه اللي تقول المقاطعة من المقاطعة، فاحنا ما عندناش بلاد واحدة أخرى، هذه هي بلادنا. أرانا باش ندعموا الناس، باش نفيقوا الناس باللي البلاد هذه حب الرجال، وباش الرجال يكونوا لازم نروحوا نصوتوا ونصوتوا على الرجال. il faut des hommes pour gérer ce pays. حنا نحوزوا البلاد هذه باش تطلع، هذا هو لو بيت. من جهتها الأسرة الرياضية والفنية كانت حاضرة في العمل التحسيسي. سيد الوالي لما بعت لي دعوة قلت لازم نروح، وضحت دخلت رويت قصة قصيرة لتعبر على شعوري، وكل ما جيني دعوة لازم نروح. المواطن يعني ان بارتيكولي واجب عليه باش يفوطي على هذا ولا على هذا ولا هذا، ما يهمناش، المهم لازم يعطي كلمته باش ما غدوة ما يندمش، ما يقولش علاش ما فوطيتش وعلى هذا. بين التحسيس وهاجس العزوف الرابع مايو القادم، وحده الكفيل للفصل بين الطرفين.